شايف ان احنا كفايه كده النهارده. النهارده ليه هو النفسيشن؟ يا دكتور انا بقول لك الكلام ده عشان تتاكد ان انا مظلومه، ان اللي حصل ده كان غصب عني مش بارادتي. انت محتاجه تكملي معايا، وانا اوعدك ان احنا في فتره قصيره جدا هنوصل لنتائج كويسه قوي. افرضي ان انا ساعدتك واديتك السي دي وساعدتك ان محدش يعرف اي حاجه عن التاريخ ده كله، تفتكري ان انت مؤهله لمنصب زي ده دلوقتي؟ تقدري تقفي تتكلمي بالنيابه عن الناس وانت في الحاله دي؟ حضرتك كشفت عليا النهارده وعرفت ان انا ما عنديش مشكله، صح؟ ما اقدرش انكر قدرتك الرهيبه على الثبات الانفعالي واحتفاظك بيه لمده طويله جدا، مع ان الحقيقه مش كده خالص. يعني أنا بكذب؟ صدقت ما هو ما صدقتنيش؟ ضميري يا دكتورة ما يسمحليش إن أدفع بيكي المنصب زي ده وإنتي مش مؤهلة ليه. الموضوع ما بقاش مسألة منصب، دي معلومات عن حياتي، ما أقدرش أكمل حياتي والمعلومات دي في إيد حد تاني. دكتورة رحمة، أنا شايف إن إحنا مش هنوصل لحاجة من الحوار ده، هنفضل نلف وندور على الفاضي. الوعد اللي أقدر أوعدهولك والتزم بيه قدامك ان محدش هيسمع السي دي بتاعنا، والخدمه اللي اقدر اعملها لك ان احنا نكمل جلسات العلاج اللي احنا ابتديناها النهارده. العلاج؟ هو انت كنت بتسجلي؟ بصراحه في الاول كنت عايز امسك عليكي دليل زياده، بس بعد ما ابتدينا نتكلم قلت ليه ما نبتديش العلاج؟ ده شيء غير قانوني وانا هعطيك 60 دقيقه. خلاص من حقك ما تكمليش علاج، ولو على التسجيل بتاعك همسحهولك اهو.